اهلا بيكم معانا في حلقه جديده من اميره في المطبخ على سي بي سي سفره. معاكم على الهواء ان شاء الله من 4 ل 5، كل التليفونات على 236، الاس ام اسز على 92173. وزي ما عودناكم احنا بنتابع دايما الاحداث اللي بتحصل عندنا في مصر وفي الوطن العربي وفي كل حاجه. فاحنا عندنا دلوقتي ايام صيام العذراء، فاحنا عملنا حلقتين الاسبوع اللي فات كان فيهم سي فود، وعندنا حلقتين الاسبوع ده من غير سي فود، حلقه امبارح وحلقه النهارده. وبنحاول ان احنا نعمل لكم شويه حاجات تكون مغذيه عشان تقدروا ان انتم تكملوا الصيام. عندي فطاير مقليه هتبقى صيامي، مقليه لطيفه جدا احنا هنعملها حادقه، وانتم ينفع تعملوها حلو وهقول لكم تعملوها حلو ازاي. وعندي سلطه هنعملها بال الفاصوليا، وهنعمل كفتة بالعدس، عشان زي ما انتم عارفين العدس من الحاجات المغذية جدا في الصيام. بالنسبة للفطاير عندي 4 كوبايات من الدقيق الأبيض، عندي 2 كوباية من المية الدافية، معلقة واحدة من الخميرة، رشة ملح، 2 معلقة من البقدونس المفروم، 2 فص ثوم مفرومين، عندي كمان 2 معلقة من زيت الزيتون. لو احنا هنعملها حادق زي ما احنا عاملين كده، تشيلوا بقى البقدونس وتحطوا كزبره، تشيلوا الكزبره وتحطوا ريحان، تحطوا نعناع، تحطوا شبت. ده بالنسبه للخضره. بالنسبه لطعم تاني فممكن اشيل حاجه من الاعشاب واحط طماطم مجففه مثلا، يعني العبوا زي ما انتوا عايزين في الحاجات اللي هي مش اساسيه، مش العجينه نفسها. لو انا هعملها حلو هحط الدقيق وهحط الميه والخميره، هحط رشه الملح، هحط 2 معلقة سكر، وهشيل الثوم والبقدونس، هحط بدلهم مكسرات، احط بدلهم زبيب، احط مكانهم فاكهه مجففه، شوكليت شيبس. هتديني ايه يعني؟ ممكن نعمل عجينه وبعدين نقسمها 2، ندخل في واحدة منهم الثوم والبقدونس أو الأعشاب أو الطماطم المجففة أو الزيتون أو الروزميري، فبقت عجينة حادقة. ونصها الثاني أديله الزبيب، ولما يطلع أديله شوية سكر بودرة أو سكر عادي ومخلوط مع القرفة، فيبقى حلو. فهمتوا قصدي؟ انتوا عارفين دايما أحب الوصفة الواحدة أطلع منها حاجات كتير. أبطل رغي. حاضر يا أم يوسف. ازيكي مدام سالي؟ اهلا وسهلا يا ام يوسف. اميره شنب معاكي، اتفضلي. طبعا. عامله ايه حضرتك؟ الحمد لله حبيبتي، اتفضلي. عاوز اعرف لو سمحت طريقه الكب كيك. الكب كيك؟ حاضر. عينيا. طيب، وانا عندي بنت، اتفضلي، بنت يارا، يعني 2 ونص. عندها قد ايه معلش يا ام يوسف؟ 2 ونص. 2 ونص، ايوه اتفضلي. يعني لما بوكلها الزبادي الجهينه تفلغ. 2 ونص بتاكليها زبادي؟ ما هي لازم ترجع. احنا رضوى، احنا حلقه الاطفال حديث الولاده امتى؟ بكره حديث الولاده. اتاكدي. بصي كده الاجابه دي يعني مش عارفه استفيد منها ازاي. طب انا حطيت هنا الدقيق، حطيت عليه رشه الملح، حطيت عليه الخميره الفوريه، وحطيت عليهم كمان البقدونس. مين معانا على التليفون؟ ترتيل. يا ترتيل. ترتيل اتفضلي. ازيك يا ترتيل، عامله ايه؟ انا بحبك قوي. انا كمان بحبك قوي يا حبيبتي. اخبارك ايه؟ انا عاوزه اعرف طريقه الكيك. الكيك؟ حاضر عينيا. تعالوا بس نركز مع بعض هنا ثانيه واحده. حطينا الدقيق، حطينا عليه رشه الملح، حطينا عليه الخميره الفوريه، البقدونس، وادي الثوم، حطينا كمان عليهم زيت الزيتون او زيت ذره لو حد ما بيحبش زيت الزيتون. هنبتدي نشغل بقى كده على الخفيف، وبعدين زي ما احنا متفقين دايما ميه، لو في خميره يفضل ان الميه تكون دافيه عشان تشتغل الخميره اسرع يعني، لكن لو ميه من الحنفيه مش هيجرى حاجه برضه، بس هتاخد وقت اطول عقبال ما تبتدي تتخمر. ابتدي احط واحده واحده، وهي دي الطريقه الصح للعجن. حتى لو انا مديه مقدار محدد برضو انتوا هتحطوه واحده واحده عشان انواع الدقيق بتفرق. هبتدي انزل الميه واحده واحده لحد ما العجينه تسيب الجناب بتاعه العجان، وتبقى زي الكوره كده بتلف مع، زي ما احنا وصلنا دلوقتي حالا كده، سابت كل اطراف العجان وبقت بتلف زي الكوره.
في الحالة دي هبتدي أعجن فيها لمدة من 5 دقايق لعشر دقايق حسب الكمية اللي أنا عاملاهم وحسب قوة العجان عندي، لحد ما تبقى العجينة ناعمة من برة. هاخدها وأخمرها. أهم حاجة في التخمير بقى، عشان برضو بتسأل دايما على مدة التخمير، مدة التخمير بتفرق حسب كمية الدقيق وحسب درجة الحرارة بتاعة المطبخ اللي أنا سايباه يخمر فيها. أهم حاجة إن أنا لاقيها عملت عليت وعملت هوا جوه أعرف إنها خمرت. لو ده ما حصلش يبقى الخميرة مش مظبوطة، يا إما الخميرة أصلا بايظة، يا إما استخدمت الخميرة وهي ساقعة. في ناس بتشيلها في الفريزر أو في التلاجة فتطلعها تستخدمها على طول، ما ينفعش، لازم أوصلها درجة حرارة الغرفة الأول، أو نزلت عليها مية سخنة فالخميرة ماتت. أعرف منين إن الخميرة اللي عندي شغالة تمام، تكون في درجة حرارة الغرفة، المية تكون دافية، وأعمل لها تست، أحط شوية مع شوية سكر في شوية مية وأسيبها 10 دقايق. لو عملت رغاوي على الوش تبقى ما سليمة، ما عملتش يبقى مش سليمة. الخميرة بعد العجينة بعد ما تخمر هيكون ده شكلها. أنا عندي بكرة إن شاء الله بإذن الله حلقة حديثي ولادة، لكن أنا هرد برضو على السؤال بتاع الطفلة اللي عندها 2.5 شهر. الألبان ما بتخشش قبل سن سنة، الألبان ما بندخلهاش للولاد قبل سن سنة. الأكل عامة المدارس بتقول، في مدارس بتقول 6 شهور وفي مدارس بتقول 8 شهور، يعني في كل الحالات مش 2.5 شهر ابدا. فشهرين ونص ده بدري جدا على دخول الاكل، وبدري قوي قوي على دخول الالبان، فهي دي المشكله. وطبعا هترجع ويحصل لها مشاكل كتير في معدتها، فارجوكي توقفي الزبادي على طول فورا 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 لحد ما بكره ان شاء الله بقى في الحلقه نفسر لكم عن اكل الاطفال اكتر واكتر. طيب انا هنا العجينه عندي اهي ايه مختمره زي ما انتم شايفين وهايله، ابتدي اشكل بقى منها. عندي الزيت هنا نبتدي نعلي عليه تاني لان انا كنت وطيت. طيب الشكل بقى اللي انتم عايزينه والحجم اللي انتم عايزينه اعملوه. احنا هنعمل مع بعض كذا شكل وكذا حاجه برضو عشان يبقى ايه في افكار. دايما دايما بحاول استخدم ايدي عشان ما استخدمش النشابه، عشان ما تحسوش ان الموضوع معقد وانه محتاج ادوات وشغل كتير. وقلت لكم اكتر من مره ان انا في البيت بعجن على ايدي، ما بعجنش في العجانه. انا هنا بعجن في العجانه عشان الوقت، عشان الحق اوريكم كل الخطوات، لكن يعني هي مش مستاهله خالص. على الايد بتتلمع على طول وبتتعجن على طول. طيب هنعمل كذا شكل وكذا حجم مفيش مشكله زي ما قلت لكم. واهم حاجه بقى بعد الخطوه دي ان انا اسيبها تستريح شويه. دايما الحاجه اللي فيها الخميره تتساب تخمر وبعدين تتساب تستريح. اهو نعمل كده، هجرب بس الزيت كده اشوف وصل ليه. كويس. خلوا بالكم دايما ان انا ما بحبش درجة الحرارة اللي تبقى عالية قوي تلسع الحاجة من بره ومن جوه تكون مكبوسة كده ومش مستوية، ولا درجة الحرارة تبقى واطية قوي فالحاجة تشرب زيت وتبقى كده ايه مش احلى حاجة. بس اوريكم شكلهم ونطلع فاصل ونرجع نكمل مع بعض الفطاير اللي احنا عاملينها الهايلة دي زي ما انتم شايفين شكلها اهي كده ما شاء الله اهو، ونعمل بقية الوصفات مع بعض. تعالوا نحط دي ونطلع فاصل. هكمل انا بقية الكمية وانتم هتطلعوا فاصل وترجعوا، بصوا عليها وانتم طالعين فاصل، اطلعوا فاصل وارجعوا لنا. اهلا بيكم بعد الفاصل، مستنيه كل تليفوناتكم على 236، كل الاس ام اسز على 92173، وانا قلت لهم يطلعوا من الفاصل على شكل الفطاير، ما طلعوش على الفاصل على شكل الفطاير، فانا قررت ان انا مش هخلصها في الفاصل عشان تشوفوا شكلها. اول حاجه بناخد من الفطاير كده ونعملها بايدينا بالطريقه دي، وبعدين بننزلها. وتعالوا شوفوا معايا اول ما بتنزل بيبقى شكلها ازاي، وبعدين بيبقى شكلها ازاي في الزيت. بصوا اهو، ايوه هنا اتفضلوا. ايوه بصوا بقى، خليكم معاها كده شوفوا قد ايه هتنفش بقى زي اللي احنا لسه مطلعينهم دول. لو انتوا بقى كمان ريحتوا العجينه
بعد ما شكلتوها كده وسبتوها ترتاح، النفشة دي هتبقى أكتر، لأن هي هترجع تاني تخمر، فهتاخد نفشة أكتر بكتير. أهو أهو، هكتفي بقى بدول بس، وريتكم الفكرة. تقدروا بقى تعملوا منها رغيفة كبيرة، يعني تعملوا واحد، تعالوا أوريكم واحد كبير حجم عائلي. أفكار لطيفة جداً على فكرة، حتى لو مش صيامي، كنوع من أنواع المقبلات. المدارس في اللانش بوكس اللي بيشتغلوا سناك كده معاهم وهم برا، بدل ما بنروح نجيب الحاجات المقلية دي من برا، هنعملها في البيت، مش مكلفة خالص، كل المقادير عندنا في البيت، وفكرة لطيفة ومختلفة وجديدة. أهو أول مقلب على الوش التاني، أنا يدوبك عايزة اللون الذهبي اللطيف ده. عايزين تحطوا لها بقى سمسم، تحطوا لها حبة البركة، تحطوا جنين القمح، شوفان، حطوا اللي انتوا عايزينه، أي حاجة انتوا عايزين تحطوها حطوها. أهو كده، هستنى الكبير ده ياخد وقته ويستوي عشان ما طلعوش بدري. بعد كده عندي كفتة العدس الأسود أو العدس اللي بجبة، فعندي عدس هنا مسلوق. بنعمل إيه في العدس؟ بنغسله، بننقعه ساعتين ثلاثة في مية عادية بتاعت الحنفية، وبغير المية كل شوية، لأن المية بتاعت البقوليات لما بتتغير كل شوية بتطلع منها الغازات اللي بتتعب المعدة. بعد كده بجيبه أسلقه في مية فيها كمون برضو عشان أسحب منه الغازات، وما بحطش ملح عشان يستوي. وبعدين عندي هنا أهو مسلوق ولسه دافي. الحاجة التانية اللي عايزة أقولها لكم عن البقوليات كمان، الكمون بيريح المعدة جدا فيها. يا ملك، ملك، الو، ازيك يا ملك؟ ازاي حضرتك؟ عاملة ايه؟ الحمد لله كويسة. الحمد لله حبيبتي، قولي لي عايزة تسألي على ايه يا ملوك؟ لا انا بس كنت عايزة اقول لحضرتك اني بحبك قوي. ربنا يخليكي يا ملك، بتضايق جدا من رفع الحلقة. حبيبتي انا كمان بحبك جدا، ميرسي يا ملك. جربتي حاجة من اللي احنا بنعملها يا ملك ولا لسه ما جربتيش؟ لا لسه ما جربتش، بس هجرب. المره الجايه تجربي وتكلميني تقولي لي عملتي ايه. اوكي اوكي يا حبيبتي، نورتيني. اهم حاجه نرفع الزيت وناخد صفا. يا صفا صفا، شكرا يا صفا، كلميني تاني. يلا نقول بقى المقادير بتاعه العدس. احنا قلنا ان احنا عندنا عدس مسلوق، عندي كمان بطاطس مسلوقة بنفس الطريقة، مية سخنة بس دي احنا حاطين لها ملح، وحاطين مع المية والملح فص ثوم عشان الثوم بيديها طعم حلو جدا. فعندي بطاطس مسلوقة وعدس بجبة مسلوق، عندي ثوم مفروم، كزبرة خضراء مفرومة، بهارات، ملح وفلفل، بقسماط، سمن نباتي أو زيت، وعندي بصل مفروم. تعالوا بقى هنروح هناك في الكبة، تحطوا بقى بطاطس قد العدس، حاجة منهم أكتر من التانية براحتكم تماما. الأكلة دي ممكن تتعمل على شكل كفتة وتتشكل وتتقلي في زيت غزير أو في معلقتين زيت تتشوح، وممكن تتعمل كده يعني تبقى زي سلطة. لو تفضل معايا حبة هقدمهم لكم كده، عارفين ان احب اوريكم كده ايه افكار وكذا شكل، لان كمان لما بتتعمل كده في الصينيه بتبقى اسهل واسرع بصراحه. فانا هحط دلوقتي بطاطس اهو، هسيب شويه اقدمه، عدس، بصل، ثوم. يا جاكلين، جاكلين، الو، اهلا وسهلا. اهلا، ازيك يا اميره؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله، انا بتصل اشكرك جدا جدا. تسلمي لي يا حبيبتي. على ايه؟ لا شكرا، على واجب، ده شغلي يا حبيبتي. لا بجد، على مشاركتكم ان انتوا بتقدموا لنا اكلات ازاي؟ احنا اخوات كل سنه وانتوا طيبين، ازاي؟ ده واجبنا يعني. بجد بشكرك واشكر الستاف كله. تسلمي لي حبيبتي، ربنا يخليكم وكل سنه وانتوا طيبين. ربنا يديم المحبه يا رب. وانا فعلا بشكرك كمان على الطرق اللي بتعمليها، كلها ممتازه، وطريقتك في التقديم يعني فعلا
مثل يحتذى بيه. تسلمي لي، ربنا يكرمك يا حبيبتي، ربنا يخليكي من ذوقك، من ذوقك ربنا يخليكي. انا متشكره ليكي، تسلمي لي. اهلا وسهلا للصف كله. اهلا وسهلا، نورتيني نورتيني. شويه سبع بهارات. طب انا حطيت ايه هنا بقى؟ حطيت بطاطس مسلوقه، عدس مسلوق، ثوم مفروم، بصل مفروم، ملح وفلفل، سبع بهارات، وهحط شويه بقسماط صغيرين بدل البيض عشان يمسكوا لي الكفته. ونشوف هنبتدي نضرب كده ونعمل ايه مع بعض. جاي لنا اتصال من استاذ هاني عايز يعرف طريقه الفطاير ومقاديرها تاني. حاضر عينيا حالا، دلوقتي هقول لكم على الطريقه وعلى المقادير. احنا حطينا كوبايتين ونص من الدقيق، حطينا عليهم رشه الملح، حطينا عليهم معلقتين من الخميره، معلقتين من الزيت يكون ذره او يكون زيتون، وحطينا عليهم ثوم مفروم وبقسماط مفروم، وحطيناهم في الكبة، نزلنا عليهم المية لحد ما مسكت العجينة في بعضها، وبعدين سبناها تخمر، شكلناها وبعدين سبناها تخمر تاني، وبعدين قليناها في زيت غزير. خلوا بالكم ان انا مش عايزه احط اي سائل يمشي لي الكبه عشان بعد كده الكفتات دي ما تفكش مني، فخليكم صبورين شويه من غير ولا ميه ولا اي حاجه. هحط بس معلقه من الزيت، ذره او زيتون برده ما فيش مشكله، وعندي شويه سمنه نباتي هديهم التشويحه فيها، وبرده ممكن نستخدم الزيت بدل السمن النباتي. يا وفاء اهلا وسهلا، ازيك يا وفاء؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. اتفضلي يا وفاء، عايز تسالي على ايه حبيبتي؟ وفاء، وفاء لسه معانا؟ وفاء، طيب مهاب. الو، اهلا وسهلا، ازيك يا مهاب؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله. اتفضلي يا مهاب، عايز تسال على ايه؟ انا بحبك قوي. تسلم لي يا حبيبي، ربنا يخليك. عايز تسال على ايه مهاب؟ قول لي. عايز اسال عن الشاتو. جاتو شاتو. حاضر حاضر يا مهاب، خلاص ونقفل بقى اخر ضربه. خلاص هنعمل ايه بقى؟ هناخد المقدار ده وبعدين هجيب طبق هبتدي اشكل فيه الكفتات دي واحط عليها شويه كده من البقسماط عشان تمسك نفسها. هعمل ده في الفاصل، اطلعوا فاصل وارجعوا لنا، استنونا. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل، ما عملتش حاجه خالص من غيركم. انا عملت ايه بقى؟ هوريكم بقى واحده كده من اللي احنا عملناهم. احنا حطينا هنا في الكبه بطاطس كانت مسلوقه، حطينا عليها عدس بجبه مسلوق، حطينا بصل مفروم، ثوم مفروم، ملح وفلفل، سبع بهارات، وحطينا عليهم شويه من البقسماط، وشكلناهم بالشكل اللي انتم شايفينه ده. انتم ما شفتونيش وانا بشكل دي، فهشكل لكم واحده ثانيه اهي. بناخد من المقدار ده كده، المقدار ده لو دخل الثلاجه هيبقى سهل التشكيل عليكم اكتر بكتير. ناخد كده وبعدين نبتدي ايه نبططها كده، كفتيات كده ايه متبططه، شويه بقسماط من تحت وشويه بقسماط من فوق كده بايدي، يعني انا بنشر على بحط عليهم بايدي كده. يا شهنده، وهاخد السمن النباتي احطه هنا. يا شهنده ازيك؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله، كله تمام. انا بحبك قوي. تسلمي لي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. يا اموري يا شهنده، عايز تسالي على ايه؟ عايزه اسال عن طريقه كيكه الفواكه. كيكه الفواكه. حاضر. رضوى، ممكن الكريزي كيك لو سمحتي؟ ميرسي جدا يا رضوى، كلك ذوق يا حبيبتي. ننزل هنا بقى في السمنه،
لازم تعرفوا ان البرنامج مش هيقعد طول العمر. شوية انا هخلص وجايه لكم، هخلص وجاي لكم كده. اهو طيب انا هنا كل حاجة عندي مستوية، فتقلبتين وشكرا. وخلوا بالكم بقى الريحة هنا خرافية. وانت مش هتاكل يا ريمون، مش هتاكل، مش انت بالذات مش هتاكل يا ريمون، انت بقى الوحيد اللي صايم وانت الوحيد اللي مش هتاكل، عشان انا زهقت منك كل ما اعمل لك حاجه مش عاجباك. يلا اهو لون بس يا جماعه، اهو لون خطير وريحه وهم، ولا هتحسوا انها كفته نباتي، مش ممكن تحسوا انها كفته نباتي. احنا عندنا دلوقتي الكيكه على الشاشه، الكيكه دي هحط لبن جوز الهند، بقت كيكه صيامي. طيب بلبن جوز الهند، عايزاها بالميه عشان انا عايزه اعملها برضو صيامي. اوكي مش صيامي وعايزه احط لها لبن عادي بدل لبن جوز الهند، لبن حليب ماشي. هشيل اللبن جوز الهند واحط بشر برتقان وعصير برتقان، بقت بالبرتقان. اوكي هشيل لبن جوز الهند واحط عصير فراوله وقطعه من الفراوله، بقت كيكه بالفراوله. اوكي هشيل الكاكاو احط مكانه 3 معالق من الدقيق واحط لبن عادي بدل لبن جوز الهند او لبن جوز هند او برتقان، بقت فانيليا بكذا وكذا وكذا وكذا. فاهمين قصدي؟ احتفظوا بالرسبي نفسها، وبعدين الحاجات اللي بتتشال وتتحط دي بايدينا ان احنا نعملها، ما فيهاش مشكله خالص. هنا انا عندي الكفتات جاهزه، وانا قررت كالعاده ان انا مرميش بقيه البطاطس والعدس اللي عندي، فروحت عملت ايه بقى؟ رحت جبت بوله، بوله كبيره اهي، حطيت فيها بقدونس مفروم، بطاطس مسلوقه، عدس بجبه او اصفر او فاصوليا بيضة او فاصوليا حمراء زي ما انتوا عايزين، مسلوق، كمون، ملح وفلفل، وصفة كده على الهواء كالعادة، فلفل اسود، ملح، زيت زيتون وعصير ليمون، ساعات كتير جدا جدا بالذات اللي البنات اللي لسه بتطبخ او الستات اللي لسه بتطبخ في الاول يعملوا الحاجه في البيت وتطلع كميتها كبيره قوي، فييجوا بعد كده مش عارفين يعملوا بيها ايه، هيرموها؟ لا مش هيرموها، هيعملوا منها صنف تاني. ثوم مفروم، شرايح من البصل الاحمر، بقت عندي سلطه اهو من البواقي، بقى عندنا حاجات من الكفته اللي احنا عملناها رحنا عاملين بيها صنف تاني خالص. نقلب بقى يا ترتيل، ترتيل يا ترتيل. الو، اهلا وسهلا، انا بحبك قوي. انا كمان بحبك قوي. طب بصي استنى، عايزه ايه ترتيل؟ عاوزه اعرف عمل السمبوسة. سمبوسك؟ حاضر، عينيا الاثنين، عينيا يا ترتيل. انا بس عايزه انضف هنا عشان مش قادره اغرف كده انا بصراحه، معلش. عارفين كده يبقى في عقد نفسيه معينه اهو، بس خلاص كده. ناخد بقى شويه بقدونس او كزبره اي حاجه، وبعدين نبتدي نطلع الكفتات اللي احنا عملناها دي. عملناها ب بطاطس مسلوقة، عدس بجبة مسلوق، بصل مفروم، ثوم مفروم، ملح وفلفل، 7 بهارات، نقطتين من الزيت. حطينا كل ده في الكبة، حطينا عليهم شوية من البقسماط، وبعدين شكلناهم، حطينا لهم تاني بقسماط كده على الوش، وقليناهم في شوية سمن نباتي او زيت، تشويحه خفيفه يعني مش قلي غزير ولا حاجه. شويه كزبره تاني،
ميران. يا ميران. الو. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله تمام. اتفضلي يا حبيبتي. لو سمحتي كنت عايزه اسال الفطير اللي حضرتك عملتيه، عايزه اعمله حلو. حلو؟ اه. حاضر هديكي الطريقه. حاضر عينيا الاثنين. هقول لك طريقه الفطاير ازاي تتعمل حلو، وهعيد لكم تاني احنا عملنا فيها ايه، واحنا بنعملها حادق برضو عشان تبقى الطريقه برضو ايه عدناها تاني. حاضر. نغسل ايدينا بقى. يا رحاب اهلا وسهلا. انا بحبك قوي. تسلمي لي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. امور يا رحاب. عايزه طريقه الكب كيك. الكب كيك. حاضر يا رحاب. طيب هنا حطيت البطاطس المسلوقه، العدس المسلوق، حطيت عليهم الكزبره الخضراء، شرايح من البصل الاحمر، ثوم مفروم. التتبيله كانت زيت زيتون، ملح وفلفل، كمون، عصير ليمون. هنا بقى الفطاير، تعالوا نراجع عليها. الفطاير اللي هي دي عملناها ازاي؟ حطينا 4 كوبايات من الدقيق، عليهم 2 كوباية من الميه الدافيه، عليهم معلقه صغيره من الخميره، رشه ملح، 2 كبار من البقدونس المفروم، 2 فصين ثوم مفرومين، و2 معلقة من زيت الزيتون. كل ده في العجان او على ايدينا. الميه بننزلها واحده واحده اهم حاجه. بعد كده سبناها تخمر. لما خمرت شكلناها، وبعدين سبناها تخمر مره كمان، وبعدين قليناها في زيت غزير. لو احنا عايزين نعملها حلو اكتبوا ورايا. هناخد 4 كوبايات من الدقيق، عليهم رشة الملح، عليهم 2 كوباية مية دافية، معلقة صغيرة من الخميرة، معلقة كبيرة من السكر، هناخد معاهم 2 معلقة زيت الزيتون او زيت الذرة، وبعدين هنعمل كده برضو، ننزل المية واحدة واحدة ونعجنها، وبعدين نسيبها تتخمر، وبعدين نشكلها. عايزة فيها جوه حشو، ممكن احط زبيب، فواكه مجففة، ممكن احط قرفة، شوية قرفة للعجينة نفسها، وممكن احط تشوكلت شيبس. لما تطلع هديها سكر بودرة وقرفة، او اديها عسل ابيض. يا مريم. مريم. الو. اتفضلي يا مريم. ازيك يا اميرة؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. اتفضلي. على فكرة انتي عسولة وانا بحبك. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. اتفضلي. انا عايزة طريقة الشوكلت كيك. شوكليت كيك. حاضر يا مريم. حاضر حاضر. انا بس هنا. يلا تعالوا بقى نطلع فاصل ونرجع هنجاوب على الاسئله. نستنى كل تليفوناتكم على 236 والاس ام اس على 92173 ونعمل مع بعض السلطه. استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. قبل الفاصل عملنا مع بعض الفطاير المقليه، وبفكركم ان احنا عندنا حلقه صيامي، وفي الفاصل كنت بتخانق انا وريمون على السمن النباتي اللي احنا قلينا فيه الكفته بتاعه العدس والبطاطس. السمنه دي نباتي وما بيخشلهاش اي انواع من انواع السمنه او الزبده الطبيعيه. قلقانين منها؟ مفيش مشكله خالص، حطوا زيت. يعني هو بيقول لي لا، في ناس بتقلق منها ما بترضاش تستخدمها في الصيام، فطبعا دي حريه شخصيه. انا قلقانه منها، احط 2 معلقة من زيت الذره او 2 معلقة من زيت الزيتون واستخدمهم، لان احنا مستخدمين كميه قليله قوي للتشويح، مش كميه كتيره زيت غزير يعني. فاللي قلقان منها يتجنبها خالص ويستخدم زيت. عملنا الفطاير، عملنا الكفته بتاعه العدس والبطاطس، ومن بواقي البطاطس والعدس عملنا السلطه. وعندنا نوع سلطه تاني دلوقتي اللي هو سلطه الفاصوليا. لسلطه الفاصوليا عندي فاصوليا خضراء مسلوقه، 2 شرايح، 1.5 معلقة سكر ابيض او عسل ابيض لو حابين، عندي خل ابيض، عصير ليمون، ملح وفلفل، وعندي شويه طماطم شرايح. الموضوع سهل وبسيط جدا. انا هحط هنا الخل، وهحط عليه السكر، وهحط عليهم او العسل الابيض لو انتوا عايزين، عصير الليمون، هحط عليهم الملح والفلفل، هجيب عليهم شويه زيت زيتون. اتاكد بس ان السكر داب فيهم،
وبعدين هبتدي انزل زيت الزيتون حاجه بسيطه كده وانا بقلب عشان عايزاه يتجانس معاهم وقوامه يتقل شويه اهو. كده وبعدين ابتدي انزل معاهم البصل. لو انا في البيت هحط البصل وهسيبه شويه مع التتبيله دي، يعني مثلا نقول 5 دقايق 10 دقايق كده، ياخد من التتبيله كويس جدا وينزل ميته في التتبيله، وبعدين هبتدي احط بقيه المكونات. طبعا هنا ما عنديش يعني الرفاهيه دي، لكن انتوا لو هتعملوا كده في البيت هتديكوا طعم احلى. السلطه دي من السلطات اللي كل ما هتقعد كل ما هتديني طعم اكتر. يا ايمان فاصوليا. ايمان ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. عامله ايه حضرتك؟ الحمد لله يا حبيبتي، ربنا يخليكي. اتفضلي يا ايمان. عايزه اعرف طريقه المايونيز. طريقه المايونيز؟ المايونيز. حاضر حاضر حاضر. المايونيز حاضر حاضر. طيب انا هنا ممكن احط فلفل الوان، ممكن احط فاصوليا بيضة. يعني انا بس عشان لسه كنت عامله سلطه بالفاصوليا البيضة فما رضيتش احطها المره دي، لكن انتوا هتحطوا فاصوليا بيضة مسلوقه او علب ماشي، هتحطوا فلفل الوان ماشي. وزي ما قلت لكم كل ما هتقعد كل ما هتديني طعم اكتر، مش قوي يعني، مش هسيبها يومين ثلاثه بس، يعني ساعتين كده هتاخد وتدي مع بعضها وهتديني طعم احلى بكتير. شويه كزبره خضراء بقى، شويه كزبره خضراء. وتعالوا بقى ايه نراجع مع بعض احنا عملنا ايه مع بعض النهارده. المايونيز اشكركم جدا. عندي صفار بيضتين بحطهم في الكبه، بضربهم كويس جدا مع الخل الابيض والمستردة، رشه الملح، بعدين ببتدي انزل عليهم الزيت سرسوب كده من فوق الثلاث معالق الكبار لحد ما يمسك نفسه. بعد كده باخد كوبايه اللبن مع النشا على النار، وما بتقلهمش قوي يعني ما بخليش النشا يتقل قوي، وبعدين بنزل عليهم وهو دافي مش سخن، واحده واحده سرسوب كده لحد ما يمسك نفسه. الوصفه الاساسيه بتاعه المايونيز ما فيهاش الخطوه بتاعه اللبن والنشا، بس انا عشان مستخدمه بيض وبخاف ان هو يكون ملوث بالسيمولينا او ان هو سالمونيلا او ان هو ما يقعدش معايا فتره طويله قوي ويبوظ، انا بفضل ان انا اعمل فكره اللبن الدافي دي، وممكن تتعمل كمان بالميه. تعالوا بقى نراجع كده بسرعه قبل ما يقولوا لي اختمي، اقول لكم احنا عملنا ايه مع بعض النهارده. احنا عملنا كفته العدس، عدس بني او بجبه مسلوق، معاه بطاطس مسلوقه، ثوم مفروم، كزبره خضراء مفرومه، بهارات، ملح وفلفل، بقسماط ناعم، بصله متقطعه، كل ده في الكبه. وبعد كده عملناه في البقسماط، وبعد كده شوحناه في السمن النباتي او الزيت لو انتوا قلقانين. في الكبه كمان حطيت معلقتين زيت. مين معانا على التليفون؟ يا تريفيانا. ايوه اهلا وسهلا. اهلا حضرتك. عامله ايه؟ مدام اميره. ايوه اتفضلي. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. لو سمحتي ممكن طريقه عمل البصاره والخبيزه. حاضر عينيا. البصاره والخبيزه حاضر عينيا الاثنين. يا مصطفى اتفضل. يا مصطفى، مصطفى انا سامعاك اتفضل. انا عاوزه طريقه تشيز كيك. تشيز كيك حاضر. هنا يا جماعه احنا خدنا بواقي البطاطس المسلوقه على بواقي العدس المسلوق، عليهم الكزبره الخضراء، ثوم مفروم، البصل الشرايح، حطينا لهم ملح وفلفل، كمون، ثوم مفروم، وعصير ليمون، وزيت زيتون، بقت سلطه. الفطاير المقليه احنا جبنا 4 كوبايات من الدقيق، عليهم رشه الملح، عليهم معلقه صغيره من الخميره، عليهم معلقتين من البقدونس المفروم ناعم، فصين من الثوم المفرومين، معلقتين كبار من زيت الزيتون. خلطنا كل ده مع بعضه الاول، وبعدين نزلنا عليهم كوبايتين من الميه الدافيه، عجناهم لمده 5 دقائق، سبناهم يتخمروا، جبناهم شكلناهم سبناهم يتخمروا، وبعدين نزلناهم في زيت غزير قليناهم. الساعة
السلطة، حطينا فاصوليا خضراء مسلوقة، بصل شرايح، طماطم شرايح، وبعدين عملنا الدريسنج كان عبارة عن كزبرة خضراء، سكر، خل، ليمون، ملح وفلفل وشوية زيت زيتون، وضربناهم مع بعض كويس ونزلناهم على السلطة. عندنا وقت نرد على الأسئلة؟ يلا بينا. التشيز كيك، التشيز كيك أنا بجيب البسكوت، أي نوع من أنواع البسكوتات أنتوا حابينها، بحطها في الكبة وبحط معاها الزبدة السايحة. امتى اعرف ان هي تمام؟ لما امسك البسكوت يمسك في نفسه، يبقى هو كده كويس جدا زي الرمله المبلوله وماسك في بعض. بشيله احطه في الصينيه. المنكهات اللي ممكن تتضاف عليه، ممكن احط بسكوت بالشوكولاته، ممكن احط على البسكوت الساده والزبده شويه قرفه، شويه فانيليا، شويه مكسرات، شويه بندق، زي ما انتوا عايزين. المهم حطيته في الصينيه. بالنسبه للحشو بتاع التشيز كيك، انا بجيب كريم شانتيه، بديله قشطه، بديله لبن مكثف محلى، بديله جيلاتين متدوب في ميه دافيه ومتصفي، وبعد كده بنزل عليه الجبنه الكريمي والفانيليا، اضربهم مع بعض واحطه، وحطوا اي نوع من انواع الصوصات عليه. والف هنا وشفا، اشوفكم بكره ان شاء الله من 4 ل 5، وبفكركم ان شاء الله ان بكره الحلقه بتاعه حديثي الولاده، فعندكم البيج على الفيسبوك اميره في المطبخ، كل الاسئله من هنا لبكره ابعتوها، والاس ام اس 92173 من شغاله من هنا لحد بكره. اشوفكم على خير ان شاء الله. باي باي.